انت تجيب مناظرة مع صوفي تردم السلفي وتخلي الصوفي دي غيرتك على التوحيد؟ وانت لو بهمك التوحيد يا حسن عطالله تشيل الاخطاء. شباب عندهم اكثر من 1800 تسجيل في النت، تمرق لهم خطئين ولا ثلاثه وتدسهم بورا قدروا ما يمشوا لقدام تضعنهم بين، لو داير توحيد ما تتصل بهم تقول لهم انتوا اخطاتوا. ولا كما قال تعالى: ان تمسسكم حسنه تسوهم وان تصبكم سيئه يفرحوا بها. ان تمسسكم حسنه تسؤهم وان تصبكم سيئه يفرحوا بها. لكن رب العزه والجلال قال: وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا والله بما يعملون محيط. يا حسن يا ابن عطاء الله، حصن صيامك بالسكوت عن الخنا، حصن صيامك بالسكوت عن الخنا، واطبق على واطبق على عينيك بالجفنان. لا تمشي ذا وجهين من بين الورى، شر البرية من له وجهان، شر البرية من له وجهان. لا تحسدن أحدا على نعمائه، إن الحسود لربه، إن الحسود لحكم ربه شنآن، إن الحسود لحكم ربك شنآن. لا تسعى بين الصاحبين نميمة، تقول أنا أخواننا اتكلمت فيهم وإنت ما دافعت عن أصحابك. لا تسعى بين الصاحبين نميمة، لا تسعى بين الصاحبين نميمة، لا تسعى بين الصاحبين نميمة. ليه تنقل النميمة بين الناس؟ ليه تنشر الشر؟ وبين عينيك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن من أسباب عذاب القبر النميمة. قال: والغرور، وصفهم بالغرور. ما هو الغرور؟ الزول اللي بيقول للصوفية أنا جاهز لكم مغرور، اللي بيقول للإخوان المسلمين جاهز لكم مغرور. وإن كان ده مغرور، أنت ما قلت لنا حيا حيا هلا، أنت برضو مغرور. لا تنهى عن خلق وتأتي بمثله، عار عليك إذا فعلت شنو؟ عظيم. نحن بنقول لأهل البدع، أنت تقول لأهل السنة هيا هلا، وأنت ما قلت يحبون الصراع والمشاكل، أنت برضه بقيت تحب مع زينا الصراع والمشاكل، برضه بقيت الشغلة دي بقيت عليها خلاص. طيب قال: والعجلة، وصف إخواننا بشنو؟ العجلة. وإخواننا في هذا الموضوع بالتحديد لم يستخدموا العجلة، موضوعك ده بالذات هم استخدموا في العجلة. في نفس الوقت أنا رديت عليه الخميس بالمساء، كان بيني وبينه مودة، رديت عليه الخميس بالمساء، رفعوه الجمعة العصر بالليل، ردمني طوالي المتعجل. يا ناس كديتوا براحك، أي كلمة قالها منطبقة فيه متعجل. أنت ما متعلم ما تبقى خفيف يا أخ، وليد صغير يرد عليك طوالي تهيج طوالي، و17 خطأ في اللغة تهيج طوالي، ودر كامل ما فيه آية ولا حديث، متعلم عن شيخ مقبل يسألوه فتوى يجيب النصوص. طيب قال: وعدم النظر لباب المصالح والمفاسد. يعني إخواننا ما بعينوا لباب المصالح والمفاسد. هل من المصلحة نشر خطأ لداعي التوحيد في مناظرة كسر فيها شوكة داعية الشرك، وداعية الشرك عنده فيها 70 خطأ، 70 خطأ، هل دي من المصلحة من الدين؟ طيب وبعد ده طالبنا قال: ما لكم ما بينتوا، ما بينا اقرا كتاب التوحيد، مش قلت جاهلين بالتوحيد؟ اقرا كتاب التوحيد يا حسن عطالله، اقرا كتاب التوحيد، اقرا الفوائد المستخرجة التي استخرجها الإمام محمد بن عبد الوهاب من الحديث الذي في البخاري ومسلم من حديث معاذ، وفي آخر الحديث: لا تبشرهم ف
فيتكلوا. اقرا الحديث ده بعد ذاك اسالنا ليه انتوا ما بينتوا. اقرا فوائد الحديث ده، اقرا صحيح البخاري الفيو. قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، اتحبون ان يكذب الله ورسوله؟ اقرا صحيح مسلم الذي فيه قال عبد الرحمن ابن مهدي: لا يصير الرجل اماما وهو يحدث بكل ما سمع. اقرا صحيح مسلم الذي فيه قال ابن مسعود: ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم شنو؟ فتنه. في ناس عندهم خلل في المسائل دي نحن ما بنتكلم فيها ساي، وفي بعض الحق ما بنقوله ما بيفهموه. امش اقرا القواعد المثلى وشرح القواعد المثلى لابن عثيمين، شوف الفرق بين التشبيه والتمثيل، بعد ذاك تاني يتكلم. واي زول الان الكثيرين بيقولوا التشبيه هو التمثيل والتمثيل هو التشبيه، وانا جبت لك بالتحديد في الخطا اللي انت جبته.